جامعة الأقصى تهنئ طلبة الثانوية العامة بنجاحهم وتفوقهم وتفتح ذراعيها لاحتضانهم. جامعة الأقصى سلسلة من الكليات والتخصصات النوعية والمتجددة والحديثة. يوجد في جامعة الأقصى ما لا يوجد في غيرها، فهي مؤسسة تعليمية حكومية تحتضن الطلبة في سياق عملها كصرح وطني مسؤول لا يتطلع لجني الأرباح أو اعتبار الرسوم الدراسية تمويلاً له، هذا عوضاً عن اهتمام وتحفيز معنوي وعيني للطلبة الموهوبين والمتفوقين. جامعة الأقصى. من جامعة الأقصى تخرج مميزون كثر في شتى الميادين، لديهم معرفة معهودة ومعلنة بسلاسة وانسياب العملية التعليمية ومواكبتها للتطور ولحظة العالم الراهنة والتحديث. جامعة الأقصى. للمزيد يمكنكم الذهاب لموقع الجامعة على الشبكة العنكبوتية. جامعة الأقصى. وأهلا وسهلا بالطلبة الجدد.